انا متخصص الاحجار الكريمه والعصي الفخمه الثمينه ما شاء الله يبيض وجهك ابو عمر ما نجي الا من بعدكم تسلم يا مدري تسلم قال سالم يالله يا الليل يا ضقى وعبيدك دعوك تعينني يا معين ولا تخيب تعبي يا محمد يا احمد الله يرحم امك وابوك ويدخلك في النعيم الخالد الغيهبي سلام باسم السعوديه بلاد الملوك ما هبط الوحي والكعبة وبيت النبي سلامتك سلام.